طير عادي. هات شوف شوية. شو؟ شو عم تقول له؟ هو نون ليفي ليفي كم خيوها. عندي اخي ابو خالد راح عم بيركب شباك. ايه مركب شباك. ايه هذا صحيح. اسمع اسمع بو بشرفك اسمع بلا تصوير. راح عم يركب شباك عند وحده. اجت خلص اجت قالت له قال لها اخي قال لها 75 دولار. قالت له ما معي مصاري. 75 دولار. اسمع 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 قالت له ما معي مصاري. قال لها طيب برجع لعندك وقت ثاني بركي بكون معك مصاري. قالت له كمان يمكن ما يكون معي مصاري. قال لها ايه شو العمل؟ قالت له بشلح لك البنطلون. قال لها ايه وبركي ما اجي على قياسي. ضعينا ما قلنا لا ولا حلو.